المشروعات القوميه يعني تقصدي مشروع زي المدينه العاصمه الاداريه الجديده ومشروع قناه السويس بصي هي المشروعات دي ما فيش شك ما فيش شك هي عبء ما شك هي عبء على 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 الموازنه بتاعه البلد بس خلي بالك حضرتك الناس عاوزه تحس يعني بالحلول السريعه انا ممكن احل سريع وبعد كده البلد تخرب مننا فاحنا لازم نبقى متوازنين لازم يبقى عندي وده الفرق بين السياسه النقديه والسياسه الماليه السياسه الماليه عندنا توسعيه زي موضوع العاصمه الاداريه وكده إن احنا نستثمر فيها والمشاريع اللي بتيجي فيها هي طبعا بتبقى عبء بس انا بقول ان دي زي اللي بياخد دواء اللي بياخد دواء ده ممكن يبقى تعبان من الدواء من قصر الدواء في فتره بس بعد كده يوصل للحل هي عاوزه بس ايه شويه يعني ايه تنسيق يعني في الاولويات يعني عشان احنا عندنا برضو حاجات تانية محتاجة سيولة في البلد فيبقى فيه يعني ده وده عبء على الحكومة اللي كانت شغالة واللي هتيجي لسه